يا من عنده مفاتيح الغيب، يا من لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يا من يعلم السر وأخفى ويعلم ما تكتمون، يا من له مقاليد السماوات والأرض وهو السميع العليم، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. نسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.